يا شباب وين مدني؟ شوف كيف من هناك ضرب الرصاص حي الرصاص ضرب الرصاص في الناس في المواطنين صاحب البوكس ضرب الرصاص في الناس والان الان فوضى عارمه في مدينه وادي مدني ضرب الرصاص حي ضرب الرصاص ضرب فينا نار ثلاثه طلقات ثلاثه طلقات دقه صغيره فينا وادي مدني الان وادي مدني الان فوضى وقفوا يا شباب وقفوا وقفوا وقف الناس وقف الناس يا وقفوا 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 يا شباب وقفوا 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 يا شباب عارف اي ضرب ضرب معاي ضرب وقف ضرب نار ضرب نار وقفوا وقفوا يا شباب وقفوا الطوب يا شباب وقفوا الطوب وقفوا الطوب يا شباب سلمية 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 وقفوا يا شباب وقفوا يا شباب لا يا اخ وقف 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 يا شباب وقفوا هاي وقفوا نحن ما زيهم وقفوا يا شباب وقفوا وقفوا يا شباب عليكم الله وقفوا تعال يا اخوان يا شباب يا شباب اقيفوا الله يكرمك يا شباب اقيفوا لكن وقفوا وقفوا ما خلاص سيطرنا عليه شايف انا كنت حاضر انا حاضر حاضر ضرب الرصاص يا شباب يو عربتو يو عربتو عم تقول عنه قاطع عوق لواحد بيطلقه هناك يا شباب اقيف يا ايه اقيف يا اقيف يا اقيف يا اقيف يا شباب اقيف وقف يا وقف يا شباب وقفوا يا شباب اقيفوا براحه وقفوا يا شباب تلمية تلمية عرفوا تلمية يا شباب اقيف يا اقيف يا اقيف اقيف يا اخ ما تضرب اقيف يا الشرطة جات ضرب الرصاص من صاحب البوكس ضرب الرصاص خرجوا من المظاهرة ضرب الرصاص وعوق نفرين عوق الآن نفرين الآن ضرب الرصاص ضرب الآن الشرطة تحتوي الموقف وتخرج السائر الشرطة معانا الشرطة معانا لا 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 دم معه ضرب الرصاص براو الآن الحمد لله خلاص يا شباب خلاص مدينة مدني عربية مرقت يا شباب خلوا يطلع معه شرطة خلاص يطلع يموت ليه قتلنا بالقانون ما هو مشكلة بالقانون احنا جينا لدولة مدنية انا المواطن اي يا اخواننا يا شباب انا انضربت يا شباب معك الحق لازم والعدل يا شباب الحمد لله ضرب رصاص في ناس وضرب نفرين
كيف دندل حيتبلد. يا اخي اخوان يا فضول انضرب شديد ما خلاص هاي ضرب رصاص في الناس وضرب ناس ضرب فتح وضرب في الناس كل مضروب رصاص شوف السنة ضمي هاي الناس دي كلها شايلة سلاح الناس دي شايلة سلاح حديد كلها شايلين سلاح يا عوض في 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 الليله يوم بتاع الزحف الاخضر وفي زول طالع من الزحف الاخضر سايق له بوكسي وضرب الناس رصاص فهم كانوا وقفوه بعد ما تجاوزوا الحاجه فهو ضرب رصاص الناس ضرب رصاص وعوق زول واحد عشان كده اي زول الضربات مات لا لا ما في يا غالي تعالوا يا غالي ضرب رصاص ثقيل في الناس العسكري ده مضروب برضه ولا لا لا طريقة الآن لأن البلد شوية كده فيها الآن